طيب عندنا ايه بقى تاني نتكلم فيه؟ والله انت شايف ايه؟ انا شايف اللي بصي ما تيجي نتكلم شويه عن اللي حصل برضو في الدوري الايطالي. الدوري الايطالي بص بقى في كلام كتير هنا ممكن يتقال، لان طبعا امبارح زي ما حضراتكم عارفين، لا دي كانت مفاجاه بمعنى الكلمه مفاجاه، فكره رجوع الميلان مره ثانيه بطل طبعا لايطاليا بعد غياب، وقلنا الكلام ده امبارح 11 سنه بالتمام والكمال زي ما بيتقال، لا دي كبيره جدا. اي سي ميلان نادي عريق جدا في ايطاليا وفي اوروبا، وطبعا كان في اسماء كتيره جدا بيضمها زي مالديني، يعني لو حضراتكم فاكرين طبعا، وهو عانى من ازمات يا كريم اداريه وبيع للنادي الاكثر يعني من مستثمر، لغايه ما زي ما بيتقال كده اتعادل شويه الحال مع الاداره اللي هي الحاليه طبعا الموجوده، مع الاسطوره اللي انا من وانا صغيره بعشقه باولو مالديني. يعني انا فاكره رقم التيشيرت بتاعته 3، انا كنت بحبه جدا وانا صغيره، وطبعا بحب ابراهيموفيتش برده بالمناسبه، لكن يعني مالديني نجم كبير جدا طبعاً. حقق عديد من البطولات مع اي سي ميلان. برضو بنتكلم هنا عن ابراهيموفيتش ان هو يرجع اللقب مره ثانيه، فاعتقد دي حاجه عظيمه جدا. الناس امبارح كانت او مشجعي الميلان تحديدا كانوا مبسوطين جدا جدا، ده كان حلم لابراهيموفيتش باي ذا واي وحققه. وزي ما كنا بنتكلم امبارح، هو كان ملمح ان هو لما يكسب مع الميلان خلاص ربما هيفكر في الاعتزال يعني. ف لا كان ماتش فعلا حلو جدا، ودوري حلو جدا، دوري حلو. عارف كمان حلاوته في ايه؟ ان انت لما ابتدى الدوري الايطالي تحديدا انت ما كنتش عارف مين اللي كفته ركحه، وقعدنا نقول لا الميلان شويه يقرب وشويه يبعد، في الاخر ادي اللي حصل. فمبروك على الناس مشجعي الميلان، انا منهم بصراحه، فلا كان دوري جميل.